الشريعة، كلمة الشريعة، لفظ الشريعة يفيد معنى المذهب، يفيد معنى الطريقة السوية أو الطريقة المستقيمة، السبيل المستقيم. من الشريعة، وسميت أحكام الشريعة بالشريعة لاستقامتها. ديال الشريعة معنى المستقيمة. طيب، حيث المصطلح، حيث اللفظ اللغوي، شريعة مذهب، طريقة مستقيمة، سبيل سوي. شريعة للأصل اللغوي. مذهب الشريعة الإسلامية يعني مركبة، معناه الشريعة للإسلام، الشريعة للإسلام، ماشي شريعة موسى، خاطر موسى عنده شريعة، سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام موجودة في التوراة، ولكن قرب عيسى ما عنده شريعة، هي الشريعة في إنجيل عيسى عليه الصلاة والسلام، والشريعة موسى. لذلك حينما نقرأ في مصادر التشريع يقول شرع قبلنا، شرع لنا. نجد في بعض أيضا في سيدنا يوسف مثل بعض الشرائع عند سيدنا يوسف، مثل عقد الجعالة. عقد الجعالة في فقه المعاملات أصله راه موجود في سورة يوسف وفي شريعة يوسف عليه السلام. ونسعى القاعدة شرع من قبلنا شرع لنا، شرع من قبلنا شرع لنا، إلا إذا ورد يعني حكم في شريعتنا الإسلامية نأخذ بما ورد في الشريعة الإسلامية في الكتاب والسنة. إذا مثل الشريعة الإسلامية معنى تشريع الإسلام، تشريع الإسلام يعبر عنها في أعرافنا عندنا أخي سيدي خديجة، الشرع سيدي خديجة معنى الفقه المالكي، الفقه المالكي اللي هو فقه الإمام مالك، الإمام دار الهجرة، دار الهجرة الإمام مالك معروف وهو الإمام دار الهجرة صاحب المذهب المالكي. وكذا كورنا إلى كتاب معروف لسيدي خليل، أخيني أمرح الشرع لسيدي خليل، معنى الفقه سيدي خليل، معناتها اللغة الفقه المالي. طبعا ممكن بعد يفتح المجال اللي عنده سؤال يتفضل. كي نقول الشريعة الإسلامية يعني الأحكام اللي موجودة في الإسلام بمصدريه الأساسيين في الكتاب والسنة النبوية الشريفة. طيب، هذه الشريعة اكتملت الحكم ثم اكمال الدليل. ربي قال في القرآن الكريم اليوم في أول سورة المائدة، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إضافة الكلام، ولكن كيف بدأت الآيات؟ بداية عجيبة، اليوم يئس الذين كفروا، خاطر الكفار داروا العجب باش يطفيو النور تاع الله، خاطر من أين أرسلت ومن اسم خدمت باش تسقسي ثلاثة أسئلة نور، ولكن ثم أرسلت دايما بعد القرآن يخدم الكونستايك مصطفينا إناد اليوم يائسة، ماشي يئسوا في المستقبل لا يائسة. لذلك كل محاولات الكفار منذ 15 قرن لم تفلح. كيفاش لم تفلح؟ حاولوا باش يزوروا القرآن يجيبوا لك قرآن مزور، هذه موجودة تحريف القرآن الكريم، يجيب لك مثلا آية في سورة الكهف يدخلها مع سورة عمران، وآية من سورة مثلا مريم يدخلها في سورة الأعراف. حتى هذا ما قدروش لأنه حفظ القرآن كفر. كي يسمع الآية يقول لك لا هذه الآية اللي هي، يقول لك مثلا الحمد لله رب العالمين، الله الصمد، الرحمن الرحيم، لم يلد ولم يولد له، راح تخلط. قل هو الله احد، قراها في مسجد الشيخ الحداد عزازكا
ولقراها في الطائف ولا في مكة ولا في فرانكفورت وتقراها تقراها سويسرا وجدت باب الخطا عاود حافظينها القران محفوظ بحفظ الله عز وجل محمد القران قال واحد المسجد في صلاه الفجر جا واحد الفلسطيني عنده 149 سنين كان يقرا في المصحف الشريف وبعدين جابوا الشيخ حنا صغير في جنب الامام جا طفل جابوا قالوا الشيخ شوف راك المصحف هذا شافوا والامام ثم قال له في الخطا ثمثم قال يا جماعه الخير هذه النسخه فيها خطا وتبين بلي واحد الزريعه تاع اليوم مثل ما والنصارى وكذا خرجوا الاف النسخ تلميذي الاف النسخ وزعوها في الجوامع وباش نقراو القران خطا بعض الايات ماشي كل ايات بعض الايات وفاقوا بين شكون فاق بين الخصائص ما ننساهاش هذه في سنه 85 اواخر 85 تقريبا في نوفمبر 85 سبحان الله ربي سبحانه يبدا باش يشكلوا ذا مشروع يفاق استحيل الله تصور لو كان يجيبوا كلام واحد اخر دخلوا في القران اي واحد يفهم كلام واحد اخر لو كان في خلا بارونتيز كون جيت بيولوجي وخلط كيما حبيت واحد اللي عنده 80 سنه في الكنيسه وما يفهمش اذا كنت قال لكم مثلا الانجيل ورد في الانجيل كذا وكذا مثلا الانجيل متى وانت صخرتي وعليك ابني كنيستي هذا نص في الانجيل وانت صخرتي وعليك ابني كنيستي ما حللته في الارض فانا احله في السماء وما ربطته في الارض فانا اربطه في السماء ورد في انجيل اخر يا اورشليم يا اورشليم اورشليم على القدس يا اورشليم يا اورشليم يا قاتله الانبياء كم حاولت ان اجمع فراخك حولك ولكنك ابيت وهذا بيتك قد امسى خرابا هذا نص سواسوا ما غلطتش فيه سواسوا حفظته كي نحفظ القران مع القياس مع الفارق ولكن جيب لي واحد عنده 80 سنه مكلخ بالروح قدامكم مكلخ اسكت هذا هو الكلام اللي في هذه في هذه ما يفهمش خاطر اي واحد لازم يرفد يجي ويقرا يحنا الشيخ نتاع الشيخ نتاع الوعي يقرا مما يحفظون من صدورهم وصدور رؤوسهم اليس كذلك؟ صفي الكتاب محفوظ يئس الذين اليوم صورة المائدة اليوم يئس الذين كفروا ولكن على الصور واحدة بقلب دينكم أعطر الكفار يسوع سيدنا مازال أعطيك الطريحة أعطيك المثال سوى سوى إذا الكفار يئسوا من ديننا ولم يئسوا منا بدليل أننا مفرط ونأخذ طريحة من هؤلاء الكفار في جميع المجالات إذا كيف أعاد كيف نجعل الكفار ييأسون منا كما يأسوا من ديننا سهل هذا أن نرتقي إلى مستوى ديننا فييأس الكفار منا كما يأسوا من ديننا معادلة بالرياضيات والفيزياء بالمنطق القياس هكا واش راه صافي نقلب لي المستوى العلاقه ديالي ما يولي مستوى الدين ما نخافوش لقيت ان عمر الخطاب كنا اذلة فاعزنا الله بنسنا فان ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله اذا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا فلا تخشوا وخشوا بعد اليوم أكملت لكم دينكم الدين قد اكتمل وأتممت عليكم نعمتي نعمة الإسلام في الإكمال ورضيت لكم الإسلام دينا الحمد لله رنا مسلمين الحمد لله الذي هدانا لهذا ولكم لنهتدي لولا أن هداكم لكن كلها مقدمة الآن نحن في خصائص الشيخ يفيد